فيلم هي واحدة، ده أول بطولة كوميدي، يعني أول بطولة فيلم كوميدي ليه، إنما أنا خلصت أول بطولة مطلقة ليا كان فيلم الخروج من القاهرة، وده تاني بطولة مطلقة، بس ده كان يعني ده أنا موقعه قبل الخروج من القاهرة كمان. بس أنا سعيد جدا إن أنا بعمل فيلم كوميدي، لأن دي بدايتي. يعني أنا أول عمل أعمله في حياتي كان مسرحية قاعدين ليه مع الأستاذ سعيد صالح، دي كانت مسرحية كوميدية، وكان دور كوميدي جدا. يعني حتى الآن أنا بستغرب إن الأدوار اللي بتجيلي كلها معقدة وأدوار مركبة وبتاع، لما أنا بدايتي كوميدي يعني. فمبسوط إن أنا رجعت بيتي ورجعت المكان اللي أنا تم اكتشافي من خلاله، ويا رب الناس تتبسط والناس أقدر أخرجهم من همومهم ومن المشاكل اللي هم فيها يعني. الفيلم عجبني بصراحة قوي، الورق بتاعه، ومبسوطة أنا اشتغلت مع محمد رمضان، لأن محمد صديقي من زمان قوي، احنا صحاب قوي، وهو ممثل هايل. وفعلا لما بتبقى بتشتغل مع حد انت شايف ان هو، او يعني هو فعلا جواه طاقة تمثيلية رهيبة، فبتاخد منه بتطلع انت شغل حلو. فانا ده اللي يعني مخليني متحمسة قوي للشغل مع محمد. واستاذ عبد الواحد كان في ما بينا كذا بروجكت قبل كده بس ما تموش، فبقول الحمد لله ان اخيرا هشتغل معاه. وكل عوامل الفيلم مخلياني متحمسة، والموضوع واستاذ اسماعيل فاروق طبعا المخرج، قعدت معاه على الورق وحسيت قد ايه هو متحمس للفيلم، فان شاء الله نعمل حاجة حلوة يعني. والله هو اصل الفيلم فيه اللي هو كوميديا الموقف، وده اللي انا بحبه في الكوميديا بصراحة، لان ما بيبقاش الممثل بيصطنع في الكوميديا، بيبقى هو اوريدي الموقف كوميدي، فاي رياكشن يعمله الممثل ممكن يبسط الجمهور، ممكن يضحكهم. فالفيلم كله بصراحة عجبني، مفيش دور وحش، بالعكس. طبعا محمد رمضان عامل شغل يجنن ودوره يجنن، وانا اساسا من الناس اللي بحب محمد رمضان من اول ما اشتغلنا مع بعض من زمان، بحب شغله جدا، وبحب هو ممثل هايل موهوب، عنده موهبة. هي واحدة فيلم يعني ساسبنس كوميدي كويس، بيدور حوالين شاب بيحاول ان هو يلاقي فرصة عمل، فبيحاول ان هو يروح يدور على شغل عن طريق الواسطة، والواسطة فعلا بتشغله، بس هو لازم يثبت نفسه. احنا النهارده بنصور اليوم الثالث في فيلم هي واحدة. الفيلم روائي سينمائي طويل، قصة أحمد جمال، سيناريو وحوار أول كتابة ليا في السينما. الفيلم مجموعة كبيرة من الأبطال، الشباب الصاعد اللي هم يعتبروا جيل المستقبل في السينما المصرية. احنا بنصور النهاردة في القاهرة، وراجعين تاني ان شاء الله الاسبوع الجاي للسخنة، وهنقعد هناك حوالي من 3 اسابيع لاربعة، وان شاء الله الفيلم بحلم انه ينزل في اجازة نص السنة باذن الله.